شكرا لك زميل عزيز عبد الحميد حسن، وشكرا موصول لضيوفك الكرام وكل متابعي شاشه النادي الاهلي في كل مكان. بتكتمل الحفله وبتكتمل التقدير الكبير من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي لابنائهم النهارده اللي هم بيضعوا دستورهم بوجود كابتن مصطفى كمال مدرب حراس المرمى بالنادي الاهلي. برحب بيك كعضو وبرحب بيك كواحد من الجهاز وبهنيك على الامسيه الجميله اللي قدمها النادي الاهلي امس. الله يخليك كوان. طبعا انا في الاول برحب طبعا بيك وبسلم على كابتن عبد الحميد وبقول لهم يعني النهارده يوم جميل فعلا، عرس كبير. يعني دايما النادي الاهلي معودنا على الكلام ده اللي هي العيله الكبيره، لما في اي اقتراحات او في اي حاجه جديده بيبقى عضو الجمعيه العموميه عند مستوى الحدث. يمكن النهارده يمكن مجلس الاداره تعب كتير جدا في ان هو يحاول يطور من اللائحه عشان تخدم اعضاء النادي كلهم، وده اللي احنا بنقوله النهارده ان حق النادي علينا وحقنا تجاه انفسنا واولادنا ان احنا نيجي النهارده نطلع على اللائحه ونقول كلمتنا، علشان ده كله في الاول في الاخر بيصب على عضو النادي الاهلي. يمكن مجلس الاداره اتعامل بحرفيه كبيره جدا مع اللائحه، يمكن هو يمكن وصل له حوالي 3500 مقترح، ودي حاجه كويسه جدا عشان يعرف نبض اعضاء الجمعيه العموميه وايه مشاكلهم وايه الحاجات اللي هم عايزين يتطوروا فيها وايه ارائهم. يمكن تناقش مع الناس في كل الفروع والحمد لله رب العالمين، يمكن وصلوا في الاول في الاخر لاكثر الاقتراحات واكثر الحاجات اللي الناس كانت عاوزاها على قدر المستطاع. طبعا لان زي ما قلنا دي حاجه بشريه، يعني الكمال لله وحده، ولكن على قدر المستطاع قدر المجلس والناس اللجنه القانونيه اللي كانت مسؤوله ومنوطه بان هي وضع اللائحه يمكن عملوا كل ما في وسعهم. تاني حاجه برضو تعاملوا بحرفيه كبيره جدا ان هم ذهبوا اللجنه الاولمبيه قبل اقرار اللائحه علشان ما يبقاش في اي عوار في اللائحه يؤدي في الاخر لابطال اللائحه بعد التعب الكبير اللي يحصل زي النهارده. فدي برضو بشكرهم عليها، وبتمنى ان شاء الله باذن الله ان فعلا اللائحه تكون عند مستوى طموحات عضو الجمعيه العموميه ومجلس الاداره وكل الناس القائمين عليها. اتمنى ان شاء الله ان ده في الاول والاخر يصب في مصلحه النادي الاهلي، ودايما يحط النادي الاهلي في موقع الرياده كما هو على طول في موقع الرياده ومعودنا على طول وقدوه لكل الانديه المصريه. لكن انت موافقني في راي الموضوع المهم، موافقني في ان النادي الاهلي بيضع دستوره بيد ابنائه بكل نجوم. طبعا هي دي يمكن دي اكتر حاجه بتميز النادي الاهلي، ودي يمكن مستوى كبير جدا من الديمقراطيه زي ما بنقول، لان فعلا دايما يمكن اي حاجه بتكون عايز توصل فيها لمستوى راقي ومستوى متطور جدا انت تلجا للي هيستفيد من بنود اللائحه، اللي هيستفيد من بنود اللائحه هم اعضاء الجمعيه العموميه. فمن هنا كان قرار مجلس الاداره والتفاعل مع اعضاء الجمعيه العموميه علشان يعرفوا ارائهم ومقترحاتهم وايه مشاكلهم علشان يتداركوا دون في اللائحه الجديده، ويبقى فعلا دستور بيقر للنادي الاهلي والاجيال القادمه وقادمه وقادمه. ويمكن الواحد النهارده فخور ان هو جه يشارك في وضع دستور جديد للنادي الاهلي، لان التاريخ هيكتب ان شاء الله باذن الله ان اتحط في 2018 28 سبتمبر ان كان في لائحه وفي دستور جديد بينظم الحياه بالكامل سواء رياضيه او اجتماعيه داخل النادي الاهلي. فان يكون واحد مشارك في الحدث ده فده يعتبر فخر ونفتخر بيه بعد كده ان شاء الله باذن الله. كابتن مبروك. الله يبارك فيك. طبعا يمكن امبارح الحمد لله طبعا كان يوم جميل الحمد لله رب العالمين. يمكن احنا جينا الساعه 8:30 الصبح، لكن كنا حريصين ان احنا نيجي طبعا لان ده حق النادي الاهلي علينا. وبشكر طبعا لعيبه امبارح طبعا على المجهود الكبير اللي عملوه، وبنهدي الفوز ده طبعا لجمهورنا والمجلس الاداره وكل اعضاء الجمعيه العموميه النادي الاهلي. واتمنى ان شاء الله باذن الله استمرار، والاسبوع الجاي ان شاء الله عندنا برضو ماتش ستيف ان شاء الله. ربنا يوفقنا في الصالح. ربنا يخليك يا رب. شكرا وحمد. شكرا ليك، انا تعبتك لكن في النهايه سعيد بالتواجد مع قيمه كبيره جدا في النادي الاهلي كابتن مصطفى كمال. اليك الكلمه زميل عزيز عبد الرحمن حسن. ليك اكوان.